تحية لكم مشاهدينا الكرام. في كل لحظة تاريخية اجتمع الشركاء من الشمال والجنوب لإحداث التحول، ويمكننا فعل ذلك الآن، لأنه بدون الاتحاد سيكون علينا جميعا انتظار مصير بلدنا الذي تحدده التدخلات الأجنبية التوسعية للنظام الإيراني. هذا ما قاله الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في كلمته التي ألقاها من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بمناسبة الذكرى 32 للوحدة اليمنية 22 من مايو المجيد. إذن لم تكن الوحدة اليمنية مشاهدينا حدثا عابرا من أحداث اليمن، بل كانت الحدث الأبرز والأجل منذ قرون مضت. الوحدة اليمنية خيار ومصير شعب عاش على أمل تحقيقها، وقدم قوافل من الشهداء من أجل ذلك الهدف، وهو تحقيق الوحدة المباركة. تأتي هذه الذكرى في ظل جملة من التحديات مشاهدينا التي خلقتها ظروف الحرب ودعوات الانفصال التي تهدد هذا المنجز العظيم، وجملة أيضا من القصور والأخطاء التي رافقت الوحدة خلال الثلاثة العقود الماضية. ولكي يتم تصحيح مسار هذه الوحدة بحسب مراقبين، فإنه يجب استعادة الدولة كخطوة أولى لحل جميع القضايا الوطنية العالقة وعلى رأسها القضية الجنوبية. في حلقة الليلة مشاهدينا من حديث المساء نحتفي بالذكرى 32 للوحدة اليمنية المجيدة، ونناقش أبرز التحديات التي تواجهها، ونتساءل هل نحن قادرون على تجاوزها. أناقش ذلك بمعي الضيوف حلقة الليلة من حديث المساء. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد ياسين التميمي المحلل السياسي المعروف. مساء الخير سيد ياسين ومايو مجيد. أسعد الله مساءك، كل عام وأنت بخير والمشاهدين الكرام وضيوف الكرام. تحية لك وأشكر انضمامك معنا، وأيضا ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من تعز الدكتور ياسر السلوي أستاذ علم الاجتماع السياسي والحوكمة المساعد بجامعة تعز. مساء الخير دكتور ياسر. مساء النور والعافية. نعم مايو مجيد، وأشكر انضمامك معنا دكتور. وأيضا ينضم معنا عبر الهاتف الآن مباشرة السيد عبد الله عوبل الوزير السابق وأستاذ علم الاجتماع التربوي. مساء الخير سيد عبد الله. يا مساء الخير، مساء النور. تحية لك سيدي ومايو مجيد، وأشكر انضمامك معنا. إذا مشاهدينا وضيوفي، دعونا أولا قبل البدء في النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود البدء في النقاش، فابقوا معنا. بعد أكثر من ثلاثة عقود على إعادة الوحدة، يواجه هذا الحدث التاريخي العظيم الذي شكل نقطة تحول مهمة لليمن تحديات جمة شكلتها عوامل محلية وعززتها التدخلات الخارجية. ففي الوقت الذي أدخلت ميليشيا الحوثية اليمن في حرب مفتوحة وسعت جاهدة لتحويلها إلى منصة لتصدير الصراعات إلى المنطقة، فقد وجدت أطراف محلية تتبنى مشروع تمزيق اليمن من يشجعها ويتبناها دون النظر إلى المآلات التي يمكن أن تنتج عن هذا التوجه على مستقبل اليمن والمنطقة. ورغم مساعي الاحتواء لمختلف الأطراف اليمنية في هياكل الدولة وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلا أن متبني مشروع الانفصال لم يتوقفوا عن محاولة فرض هذا الخيار بالقوة من خلال مصادرة كل من يقف مع خيار اليمن الموحد ومواصلة التعبئة التي تذهب إلى تحميل الوحدة كل الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها النخب المتعاقبة منذ قيام الوحدة. وبقدر ما يشكل استمرار الحرب خطرا على وحدة اليمن ونظامه الجمهوري، فإن هذه التحديات تفرض على النخب السياسية في هذه المرحلة حساسية عالية تجاه كل هذه المكتسبات والتعامل بمرونة عالية وعقول مفتوحة للتعاطي مع كل الحلول المقترحة لتجاوز الإشكالات التي تكونت خلال العقود الماضية. ويتعاظم هذا التحدي من خلال محاولة ميليشيا الحوثية الإرهابية تقديم نفسها على أنها المدافعة عن سيادة البلد والحامي للوحدة اليمنية، وتحت هذه اللافتة وهو ما يجعل النخب الحاكمة أمام تحدي انتزاع هذه اللافتة من يد الجماعة السلالية التي تشكل امتدادا تاريخيا للإمامة التي كانت على الدوام مصدرا للاحتراب وتمزيق الجغرافيا اليمنية.
وبدلا من تمكين ميليشيا الحوثي من رفع هذه اللافتة وحشد قطاع واسع من اليمنيين حولها، فإن الجميع مطالبون اليوم بأن يدركون أن بقاء اليمن موحدا بأي صيغة كانت هو الضمانة الوحيدة للتمكن من مواجهة مشروع الإمامة وتأمين البوابة الجنوبية للجزيرة العربية أمام تمدد المشروع الإيراني. ورغم خيبة الأمل التي يبعثها خجل المجلس الرئاسي من الاحتفال بذكرى الوحدة، فإننا نتساءل مجدداً، هل تدرك النخب الحاكمة اليوم أنها دون الحفاظ على المكتسبات وفي مقدمتها الوحدة ستجد نفسها لقمة سائغة وستسلم البلد لعدو غاشم لا يقبل بأقل من قضم الخريطة كاملة؟ إذا تابعنا هذا التقرير مشاهدينا اليوم عشية الذكرى 32 للوحدة في ظل تحديات كبيرة، أناقشها بمعية ضيوفي السيد ياسين التميمي المحلل السياسي وكذلك الدكتور ياسر السلوي والسيد عبد الله عوبل من عبر الهاتف. أرحب بكم مجددا ضيوفي. سيد ياسين، لو بدأنا معك سيدي، جملة من التحديات تواجه الوحدة خصوصا بعد اندلاع الحرب، وجملة أيضا من التحديات يعني تواجهها، هل نحن قادرين على تجاوزها أو لا؟ ولكن بداية دعنا نبدأ بخطاب دكتور رشاد العليمي، ما الذي لفت انتباهك في هذا الخطاب؟ يعني الرجل تحدث بروح المسؤولية العالية، تحدث أنه يجب لملة يعني جميع الشركاء في العمل الوطني، يجب أن يكون هناك وحدة جامعة وعمل جامع حاليا لكي نتجاوز التحديات، وهدفنا الأوحد هو الآن القضاء على هذه الميليشيا. كيف تابعت هذا الخطاب من عدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك مجددا ولضيفيك الكريمين الدكتور ياسر والدكتور عبد الله وللمشاهدين. طبعا خطاب الدكتور رشاد العليمي كان حذرا وجاء محملا بالوعود المهمة التي طرحها في هذا الخطاب، والتي توحي بأن المجلس القيادة الرئاسي في طريق الإنجاز وفي طريق الإنجازات التي تترجم في الحقيقة أهداف تأسيس يعني هذا المجلس منذ تأسيسه في 7 أبريل. وبطبيعة الحال كان حذرا من زاوية أنه لم يتحدث عن الوحدة اليمنية، لم يبالغ في مديح الوحدة اليمنية، وهو يدرك أن الحديث اليوم عن الوحدة اليمنية من عدن مسألة شائكة، لأنه على مدى السنوات الماضية بنيت عقيدة خاصة مناهضة للوحدة اليمنية، وهذه العقيدة تم بناؤها بتمويل خارجي في الحقيقة، لم تكن تعبر بشكل دقيق عن إرادة الشعب اليمني في عدن أو في غيرها من المحافظات اليمنية الجنوبية، بالعكس التي أعتقد أنها يعني حرب السنوات السبع الماضية والفوضى التي شهدتها المحافظات الجنوبية جعلت الناس يدركون أن المشكلة ليست في الوحدة، لأنه إذا افترضنا أن القضية الجنوبية على سبيل المثال بنيت على مظلومية التهميش والإقصاء التي مارسها علي عبد الله صالح أثناء حكمه، فإن هذه المسألة قد تم الرد عليها بقوة من خلال تسليم الدولة بكاملها للجنوبيين خلال السنوات الماضية، وتبين فيما بعد أن القضية لا تخص لا الجنوبيين ولا الشماليين في الحقيقة، وإنما التدخلات الخارجية هي التي تصيغ التوجهات والمواقف، وهو التي تخلق هذا القدر والتي هي التي خلقت هذا القدر من العداء للوحدة اليمنية. طبعا الأدوات التي تم الاستثمار فيها لا تزال في الحقيقة ترفع سيوفها وعصيها في وجه الوحدة اليمنية، تعرفون أنه لا ليست هناك فعالية مناهضة للوحدة اليمنية في مدينة عدن، ربما هذا تم بناء على رغبة من الدولتين الراعيتين للمجلس الانتقال من مجلس القيادة الرئاسي، لكن هناك فعاليات نظمت في لاحج وشبوة وفي سقطرة وأرسلت رسالة واضحة بأن المجلس الانتقالي الذي هو شريك في الحكومة وشريك في المجلس الرئاسي لا يزال مصر على تبني مسألة الانفصال، وأنه يستغل التطورات والتحولات في الإمضاء في طريق الانفصال. طبعا هذه المسألة بالنسبة للمجلس الانتقالي وهذه الشعارات المرفوعة لا تعبر في الحقيقة عن مشروع وطني واضح، هي في النهاية أعتقد أنا أو ما أراه هو أن هناك هراوة ترفع فوق المجلس مجلس القيادة الرئاسي وفوق القوى السياسية من أجل إبقاء هذا المجلس مكتوف الأيدي ولكي يبقى يؤدي دوره ضمن الحدود المرسومة له لا يتجاوزها للأسف الشديد. أما فيما
يتعلق بإيمان اليمنيين بالوحدة، أنا أعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يشكك في إيمان الجنوبيين بالوحدة اليمنية. وقد رأينا أنه خلال حكم علي عبد الله صالح الذي مارس الانفصال الحقيقي هو علي عبد الله صالح وزمرته، وهم الذين خلقوا الكثير من الصعوبات التي حولت حلم الوحدة إلى كابوس كبير بالنسبة للشعب اليمني. اليوم الحوثيون يمارسون يقومون بممارسة انفصالية بشعة عندما يفرضون رسوم جمركية باهظة على المواد أو على السلع التي تأتي من ميناء عدن على سبيل المثال، بينما السلع التي تأتي من الحدود المناطق المحررة لا يفرض عليها رسوم، لأن الأمر يتعلق بحاجة الشعب اليمني. عندما تفرض رسوم فأنت أولا ترفع كلفة هذه السلع على المواطن اليمني المسكين، ثم أنك تؤسس وتعمق الحدود الفاصلة بين الكيانات التي ترسمها الحرب في هذه المرحلة. إذن نحن أمام مناسبة في الحقيقة يعني تعود على الشعب اليمني في ظل ظرف حساس، والظرف الحساس هنا يتمثل في أن المجلس الرئاسي الذي يعبر عن حالة من الشراكة يفترض في القرار الوطني بين كافة المكونات الوطنية يجد صعوبة في الحقيقة في التعبير القوي عن الوحدة اليمنية باعتبارها منجز مهم ينبغي أن يفتخر به الشعب اليمني. هي ليس الوحدة اليمنية، لا يمكن أن يكون معنا أي طرف آخر بأنها مشكلة أو عبء أو كابوس. الوحدة اليمنية منجز عظيم من المنجزات الوطنية التي يفخر بها الشعب اليمني. جميل جدا، سأعود لك سيد ياسين الكثير من النقاط. دعني أنتقل للدكتور ياسر الصروي أيضا بما يتعلق بخطاب الدكتور رشاد العليمي. هل تتفق مع السيد ياسين؟ كان خطابا حذرا، هناك ما يقول هي بداية جديدة الآن، رئيس المجلس الرئاسي متواجد في عدن وأيضا يعني هناك خطاب يحتفي بهذا المنجز، دعا أيضا يعني كما ذكرت في المقدمة دعا اجتماع شركاء الشمال والجنوب لإحداث التحول. كيف تجد أنت الخطاب للدكتور رشاد العليمي؟ في البدء اسمحي لي أن أهنيكم جميعا وأهني الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة. وفيما يتعلق في سؤالك، أنا أعتقد بأن الخطاب الذي أدلى به دكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتسم بقدر من الواقعية السياسية. هذا ما أبرز السمة الغالبة على هذا الخطاب، هو خطاب لم يشطح كثيرا ويحاول التعامل مع الأحداث كما هي في الواقع والتعاطي معها، إنكار الوقائع وتجاوزها أو محاولة القفز عليها لا يساهم في وضع حلول حقيقية للمشاكل التي تعاني منها البلد، تشخيص المشاكل بدقة والتعاطي معها بموضوعية وبواقعية سياسية يمكن أن يسهم في حلحلة هذه الأمور. أما تجاوز هذه القضايا والقول بأن الوضع مثالي وأن الأمور على ما يرام وأنه ليس هناك قضايا حقيقية وإشكاليات حقيقية وخاصة فيما يتعلق بالوحدة، هذا نوع من التجاوز للواقع ولن يؤدي إلى حلول حقيقية. ومثل هذا التجاوز هو الذي قادنا إلى هذه المآزق الخطيرة التي تعرضت لها الوحدة اليمنية خلال الثلاث العقود الماضية. كان هناك إنكار لكثير من المشكلات التي يعاني منها اليمن وخاصة فيما يتعلق بتصحيح مسار الوحدة، وكان يمكن تلافي الكثير من هذه الإشكالات بعد 94 والدعوات لتصحيح مسار الوحدة اليمنية، وتم تجاوز مثل هذه الدعوات وتخوين الأطراف الأخرى وعدم التعاطي معها إلى أن ارتفعت المطالب شيئا في شيء وأصبحت تنادي بفك الارتباط والانفصال. فأعتقد أنا بالنسبة لخطاب الدكتور رشاد خطاب حصيف يتسم بقدر كبير من الواقعية السياسية، وبالتالي هو يعطي إشارة إيجابية بأنه يمكن التعامل مع هذه القضايا بنوع من الموضوعية والواقعية، وهذا هو أعتقد ما يمكن أن يسهم في حلحلة مثل هذه المشكلات وليس تجاوز الواقع وإنكاره وعدم التعاطي معه. نعم، هذه نقطة مهمة، واقعية سياسية ويتعامل مع ما يحدث حاليا بالواقع بمسؤولية عالية وعدم تجاوز ما حدث من اختلالات التي شابت هذه الوحدة كما تحدثت. دعنا أيضا نسمع من السيد عبد الله عوبة الوزير السابق وأستاذ علم الاجتماع التربوي. مساء الخير سيد
عبد الله. أيضا دعني أسمع وجهة نظرك بما يتعلق بهذا الخطاب، ركز على الكثير من نقاط الدكتور رشاد العليمي، وأهمها الآن العمل للحفاظ على هذه الوحدة، شركاء الشمال والجنوب، لكي يعني يكونوا موحدين ضد الخطر الأكبر والذي هو مواجهة الحوثي وتدخلات إيران في المنطقة وفي اليمن تحديدا. هل تتفق مع الدكتور ياسر أنه كان يعني خطابا حصيفا واقعيا أيضا؟ مساء الخير. مساء الخير. أولا أهني الشعب اليمني المجيد بهذه المناسبة ذكرى 32 في تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية، وهذا هو الإنجاز التاريخي الكبير لليمنيين في القرن العشرين، وكانت طبعا هذا الإنجاز قد حظي بتأييد شعبي واسع في الجنوب وفي الشمال. فيما يتعلق بخطاب الدكتور رشاد، طبعا هو خطاب الممكن، وهو خطاب الذي يمثل الكلام المشترك الذي يكون بين كل هؤلاء الفرقاء. وطبعا العمل الآن يستلزم أن تواجه المشكلات الحقيقية للناس اليوم، وأن يكون لدى مجلس الرئاسي خطة لتجاوز كل المصاعب، وأهم المسألة الاقتصادية وزيادة الأسعار وارتفاع سعر أو هبوط العملة اليومية. في الواقع الآن مطلوب أيضا أنه تجاوز مسألة الانفصال من الشمال والجنوب إلى تحقيق أولا استعادة الدولة، وهو أمر مهم. فيما بعد يمكن أن نتناقش في ما إذا كانت دولة اتحادية أو دولة متعددة الأقاليم، لكن في الوقت الراهن لابد من توحيد جهود الجميع من أجل تحقيق أو من أجل استعادة الدولة اليمنية بشكل عام. جميل، سأعود لك سيد عبد الله، ابقى معي. إذن الكل يتفق الوحدة منجز عظيم للشعب اليمني، الكثير من القصور شابه، وربما الآن نريد تصحيح هذا المسار وليس العيب كما تحدث والخلل في هذه الوحدة. سيد ياسين، حاليا يعني بقاء اليمن موحد هل هو عامل الآن قوة لمواجهة المشروع الإيراني ممثلة بهذه الميليشيا الحوثية؟ محاولات الآن يعني التشظي ربما وزراعة التشكيلات ربما وكيانات الآن، هل تهدم هذا المنجز؟ هل تضعف أيضا الوحدة الوطنية والاصطفاف لمواجهة هذا العدو؟ طبعا يفترض أنه واحدة من الخيارات المهمة لمواجهة التمدد الإيراني أو محاولة استثمار وجود ذراع لإيران في اليمن للسيطرة على اليمن هو بتقوية الوحدة الوطنية وتقوية معسكر الشرعية وتقوية أدواته السياسية والعسكرية والاقتصادية أيضا، لأنه ما من حل سوى هزيمة المشروع الإيراني من خلال هزيمة الحوثيين أنفسهم وإعادتهم إلى حجمهم السياسي كطرف يمني. في الحقيقة ينبغي أن يتعاطى مع المسألة من زاوية سياسية ويتخلى عن العنف في تحقيق مكاسبه السياسية. الاستهداف الوحدة أنا في تقديري ليس يعني لا يمكن ربطه بالمخططات الإيرانية، لأنه إيران هي تنظر لليمن ككل وتريد أن تسيطر على اليمن ككل، بينما أشقائنا المجاورون أعتقد أنهم نظروا بسلبية تجاه الوحدة، ولهذا أبقوها واحدة من الأهداف التي نالوا منها في عام 1994. كان معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد وقفت بشكل صريح وواضح مع مشروع الانفصال عدا دولة قطر، واليوم ما نراه هو استهداف للوحدة اليمنية بطريقة أو بأخرى، مع أن الأثمان الباهظة والارتدادات الخطيرة لهذا النهج رأينا خلال السنوات الماضية، خلال الثلاث سنوات الماضية عندما تمكن الحوثيون بمساعدة إيران وربما بإسناد قدمة للحوثيين من خارج اليمن نفسه، الهيمات التي استهدفت العمق السعودي وإلى آخره، تحول اليمن في الحقيقة والحرب في اليمن تحول إلى مأزق. وبالتالي علينا الآن أن نحدث مقاربة جديدة للوضع في اليمن. السعودية والإمارات باعتبارها دولتين مؤثرتين في الساحة اليمنية عليهم أن ينحازا للوحدة اليمنية التي استهدفت خلال السنوات الماضية في الحقيقة بدعم منهما. يعني
نشأ المجلس الانتقالي الجنوبي وهو وتربى على عقيدة الانفصال بدعم من السعودية والإمارات. يعني هذه مسألة يعني لا يمكن إخفائها على الرغم من الشعارات. اليوم الرسائل المشجعة التي بعث بها العاهل السعودي وولي عهده للقيادة اليمنية تحمل تهاني بمناسبة الوحدة صحيح. اليمنية أن أسألك أنا في تقديري كان يفترض أن تلهم المجلس الانتقالي الجنوبي لكي يتراجع عن خطواته الاستفزازية التي لا معنى لها عندما يحتفل بفك الارتباط، لأنه عليك أن تختار طريقا واضحا. لا يمكن أن تنفذ مشروع الانفصال من خلال إمكانيات الدولة اليمنية. هذا الأمر مرفوض جملة وفصيلا، وليس ولا يتمتع بأي قيمة من القيم الأخلاقية ومن أخلاق السياسة في الحقيقة، إلا إذا كانت السياسة نوع من الأعمال المنافية للقيم والمبادئ، فهذا شيء، هذا شيء آخر. الوحدة اليمنية ليست هي المشكلة بالنسبة لأولئك الذين لا زالوا يستهدفون هذه الوحدة. الوحدة اليمنية هي إطار عام يلتقي حوله اليمنيون. الهدف هو إصلاح الدولة اليمنية. إصلاح الدولة اليمنية ينبغي أن يكون هدفا مشتركا، وإصلاح الدولة اليمنية سيوفر أنا أعتقد كل ما يطلبه اليمنيون في الشمال وفي الجنوب من خلال دولة ديمقراطية تشاركية، من خلال دولة تعددية تعتمد نهج ديمقراطي يقوم على فكرة صناديق الاقتراع والتفويض الشعبي، عودة الأمور إلى الشعب اليمني ليمارس حقه في إدارة الدولة وفي تفويض السلطة من خلال انتخابات حرة، صياغة منظومة عدلية قوية وفاعلة تحفظ الحقوق لكافة أبناء الشعب اليمني، تنمية المصالح المشتركة. اليمنيون في ظل الدولة اليمنية الموحدة أعتقد أنهم سيعيشون بشكل أفضل. دولة متعددة المناخات، دولة متعددة الإمكانيات، يمكن لليمنيين أن يعيشوا فيها بسعادة في الحقيقة. ولكن مسألة مشاريع احتكار السلطة على أساس طائفي، على أساس سلالي، على أساس جهوي، هي التي دمرت أحلام اليمنيين في الحقيقة، وينبغي يعني إجهاض هذه المشاريع وتحييدها بشكل كامل وإفساح المجال أمام مشروع الدولة اليمنية. البحث عن فرص لحياة أفضل لليمنيين من خلال يمن مجزأ، من خلال يمن مقسم، أنا أعتقد أنها مغامرة مكلفة للجميع. جميل. وسيد عبد الله، انطلاقا من حديث السيد ياسين بما يتعلق يجب ان يكون للتحالف العربي مقاربه جديده، هل باعتقادك الان تاسيس هذا المجلس الرئاسي بقياده الدكتور رشاد العليمي واحتواء ايضا يعني المجلس الانتقالي من ضمنه هي مقاربه جديده الان لكي يكون هناك عمل موحد الان، والعوده ايضا لعدن والعمل من هناك هو جزء من هذه المقاربه الان وهو مؤشر لاحتواء الموضوع من قبل التحالف العربي، وربما ايضا التطمينات التي يعني يرسلونها يعني باهميه الحفاظ على هذه الوحده؟ طبعا احنا نامل انه ان يكون المجلس الرئاسي موحدا، وان الاشقاء في التحالف العربي بالذات المملكه العربيه السعوديه والامارات ان يدفعوا نحو توحيد كل الجهود اليمنيه التي كانت متفرقه باتجاه الهدف الحقيقي الذي انشئ من اجله المجلس الرئاسي. ولكننا طبعا نحتاج إلى مزيد من الوقت لاختبار مدى نجاح هذه العملية. الأمور معقدة جدا، والواقع الذي خلق خلال 8 سنوات واقع معقد جدا، نحتاج إلى معالجات عاقلة وإلى عملية تأمل وتفكير في كل خطوة يخطوها المجلس الرئاسي حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمات جديدة وأمام حروب جديدة. لذلك نحن نأمل أن تتحقق خطوات تدريجية باتجاه توحيد كل الجهود، توحيد كل القوى العسكرية والأمنية باتجاه الهدف الذي كلنا نعمل أن يتحقق وهو استعادة الدولة اليمنية. نعم، وعلى ذكر ربما الواقع، تفضل تفضل سيدي. لو سمحت أنا بالتعليق بسيط على كلام الأخ ياسين. تفضل. الحقيقة احنا الآن الانفصال الفوري ليس هو الحل، والوحدة بالطريقة السابقة أيضا لا يمكن أن تكون حل. الوحدة اليمن الاتحادي
صحيح، يعني هو نظام الأقاليم هو الصيغة الجامعة الآن للحفاظ على يعني الوحدة ربما، وعلى وحدة الشعب اليمني أقصد هنا. سيد عبد الله. أيوة معك أنا. تفضل. ألو. نعم أسمعك، تفضل واصل فكرتك. نعم، هذا أول الملاحظة التي كنت أود التأكيد عليها، أنه قيام دولة اتحادية سيكون هو الضمان الأفضل لمستقبل اليمنيين ومستقبل التنمية ومستقبل حل مشاكل السلطة والثروة التي تكون سببا في الحروب والنزاعات على مدى التاريخ الماضي كله. جميل. وقبل التذكير بهذه الملاحظة. نعم، وقبل أن أختم معك سيد عبد الله، وعلى ذكر كما تحدثت يعني الواقع معقد جدا، هل تقرأ أن الإقليم ربما أيضا والمجتمع الدولي يعني يهمه أن يتم الحفاظ على هذه الوحدة، وسيكون هناك دعم للحفاظ على هذه الوحدة، وكما ذكرت يعني إيجاد صيغة جديدة مناسبة لهذه الوحدة؟ طبعا الدول أيضا الدول الإقليمية لها مصالح، وكل مصالحها تتفرد، لكن الأهم هو نحن وماذا، كيف نفكر نحن وكيف نستطيع أن نحمي ونبني دولة اتحادية ديمقراطية، دولة النظام والقانون، دولة لكل اليمنيين، دولة تخلو من مشاكل السلاح والحروب والمآسي التي شهدناها خلال الأعوام الماضية. نعم سيد عبد الله عوبل الوزير السابق وأستاذ علم الاجتماع التربوي، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. أعود للدكتور ياسر الصلوي الذي ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية. يعني هل تتفق مع سيد ياسين وكذلك السيد عبد الله، نحن بحاجة إلى صيغة جديدة حاليا للوحدة لكي يعني ينال الشعب اليمني جميع حقوقه، ويعني ولا يتم الحديث عن انفصال حاليا، وكيف يتم ذلك؟ يعني تحدث السيد عبد الله عوبل هناك جملة من التعقيدات حاليا، ولكن هل نقرأ أن هناك مؤشرات إيجابية بتكوين مجلس رئاسي وعودتهم إلى عدن، والحديث أيضا من عدن من خلال خطاب الدكتور رشاد العليمي؟ دعني في البدء فقط أشير إلى بعض ما أورده ضيفك الكريم الدكتور ياسين التميمي، هو فيما يتعلق بتدخل الأطراف الخارجية ودعمها للأطراف المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي. لنكون صراحة مع أنفسنا كيمنيين، جميع الأطراف المتنازعة محليا جميعها مرتبطة بأطراف خارجية ومدعومة بأطراف خارجية، لا أحد منزه يكاد يكون منزه من التبعية للخارج، قد تتفاوت هنا وهناك، لكن جميع الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن هي بصيغة أو بأخرى تتبع أو على علاقة وطيدة بالخارج، وتكاد أن تكون أدوات للقوى الإقليمية والدولية في الداخل. فقط يعني الوزن العسكري إلى حد ما قد يختلف من فصيل أو من طرف إلى آخر، لكن لا يوجد هناك من يتبع قطر، هناك من يتبع تركيا، هناك من يتبع الإمارات، هناك من يتبع السعودية، هناك من يتبع إيران، جميع الأطراف الداخلية أصبحت يعني على علاقة وطيدة بالخارج، وبالتالي لا من غير الصحيح أن نعمل فقط على التركيز على بعض الأطراف ومحاولة شيطنتها مثل كمن المجلس الانتقالي، ويعني تصويرها بأن هي العائق الوحيد وغيره. العائق الوحيد للوحدة هو من عرقل بناء الدولة اليمنية، من عرقل مسار تصحيح الوحدة. الجنوبيين لهم الحق في رفع أصواتهم باستعادة كثير من حقوقهم التي والمظالم التي تعرضوا لها، وإن كنا نختلف في الصيغة أو في السقف الذي يرفعونه، لكن لا يجب التعامي عن هذه القضية. أضف إلى ذلك أنه مثل من خلال حديثك دكتور دعني أتوقف. نعم، هي نقطة مهمة كما تحدثت بالنسبة للاعبين الإقليميين، وفي دورة ربما ذروة هذا الصراع الإقليمي كما تحدثت يعني، والآن هناك من يقول أن الوضع الآن لا وحدة ولا انفصال، إذن هل سيزال الموضوع في اليمن كما هو لا وحدة ولا انفصال ما دام هذا التوتر ما بين الدول الإقليمية، وبالتالي سوف يلقي بظلاله على الأمور في اليمن وسوف تزداد الأمور سوءا؟ ما في شك في أنه التأثير الخارجي واضح يا أختي الكريمة، ولا يخفى على أحد
أصبحت في كثير من الأحيان أصبح القرار الوطني مستلب إلى حد كبير من النخب السياسية المحلية، لكن دعينا لا نفقد الأمل، دعينا في هذا التشكيل الأخير للمجلس القيادة الرئاسي وعودته إلى عدن أن نقول بأن هناك بصيص من الأمل، وأن هناك يعني أحيا كثير من الآمال لدى اليمنيين في إمكانية، وخاصة بعد 8 سنوات من الحرب والنتائج الكارثية التي أوصلت إلى هذه الحرب البلاد، فهناك أمل بدأ يتشكل. وما نأمله من القوى السياسية أن تساعد هذا المجلس الرئاسي وألا توجد الفرقة فيما بين أطراف المجلس الرئاسي، وأن تكون سند حقيقي لهذا المجلس الرئاسي بتقريب وجهة النظر، بالتغلب على الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجلس الرئاسي، لا لوضع العصا في دولاب أو دواليب أو حركة المجلس الرئاسي لمصالح أو لأغراض أو لأهواء أو لأطماع أو لتحقيق مكاسب أو بسبب فقدان لمكاسب. إذا كنا حريصين على مصلحة الشعب اليمني وعلى الوحدة اليمنية، يجب أن نقف إلى جانب هذا المجلس الرئاسي لتحقيق المهمة التي أوكلت إليه وإنجازها على خير ما يرام. هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على إنهاء الحرب وإحلال السلام، والتغلب على الأطراف التي لا تنصاع لعملية السلام وليس واردة في أجندتها عملية السلام، ولملمة الصف اليمني والشرعية اليمنية بمزيد من التكاتف والتلاحم. وهذا ما سيفرض أيضا على القوى الإقليمية التعاطي بإيجابية. أما إذا ظلينا كلا يخون الآخر وكلا يبحث عن يعني سلبيات وجوانب الطرف الآخر، كلا يحاول شيطنة الآخر، فأعتقد أن هذا مجال يتيح أيضا للقوى الإقليمية لتنفيذ أجندتها وسياساتها في اليمن، والتي بكل تأكيد هي لم تتدخل في اليمن من أجل سواد عيون اليمنيين لتحقيق مصالحها. الأمل معقود على اليمنيين أنفسهم، على اليمنيين هم من يحددوا مصير بلادهم، وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من التلاحم، بمزيد من توحيد الصفوف لمواجهة الخطر الأكبر المتمثل في الانقلاب الذي حدث على الدولة واستلاب الدولة و يعني هدم الدولة ومقوماتها الحقيقية. ثم بعد ذلك يمكن لليمنيين أن ينتقلوا إلى أي صيغة يمكن أن تكون أفضل للوحدة اليمنية، ويخوضوا في هذا بعد أن يكونوا قد استطاعوا التغلب على مشروع الانقلاب الذي اليوم يهدد الجميع دون استثناء، يهدد الجميع دون استثناء. ما في شك في أن الوحدة أيضا في المرحلة القادمة لابد أن تختلف وعلى أسس مغايرة تضمن شراكة حقيقية لكل الأطراف الفاعلة، لكل الأطراف اليمنية دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش، وتجاوز كل ما السلبيات التي حدثت في الماضي، صحيح، بغير الاعتراف اولا، وذلك سيتم عند استعاده الدوله، صحيح، والقضاء على هذه الميليشيا لكي نصحح مسار الوحده. دكتور ياسر، سأعود لك العديد من النقاط، دعني انتقل للسيد ياسين التميمي. املنا الوحيد حاليا هو المجلس الرئاسي، ويجب ان يكون هناك توحد من قبل جميع القوى السياسيه. لا شك ان هناك لاعبين دوليين يعني ربما لديهم اجنده معينه، والوضع المتشظي ربما يكون يعني جزء من سياستهم أو حتى استراتيجيتهم، ولكن يجب على اليمنيين أنفسهم أن يفرضوا رؤيتهم ويعني أهدافهم حاليا. هل تتفق مع دكتور ياسر؟ الدكتور ياسر طبعا يبدو متفائلا وهذا شيء جيد، لكن أنا أختلف معه في التوصيف. لا يمكن تمييع المواقف الوطنية بهذا الشكل. هناك أدوات نشأت بغرض استهداف المشروع الوطني في منتصف الحرب، وهناك قوى قاتلت من أجل هزيمة الحوثيين والإنقلابيين منذ اليوم الأول ودفعت الكثير من التضحيات، ثم بعد ذلك استهدفت. لا يمكن القول بأن القوى الوطنية التي تقاتل ضمن المشروع الوطني اليوم بأنها أدوات لتركيا أو لقطر أو لكذا، هذا النوع من التمييع مرفوض، مرفوض، لأن تركيا لا توزع مساعدات وليس لها أدوات في اليمن. قطر معروف يعني دولة تعرضت في منتصف الحرب بينما كانت تقف إلى جانب السعودية لحصار إلى آخره، ثم نشطت باتجاه مختلف بما يخدم مصالحها، لكن هذا لا يعني أن هناك يعني قوى يمنية
مرتهنة لإرادة هذه الدولة أو تلك، نعم. كما نرى بالنسبة للمجلس الانفصالي أو كما نرى بالنسبة للقوات المشتركة في الساحل الغربي، هذه قوات نشأت على هامش المشروع الوطني بشكل كامل. إذن محاولة يعني إظهار أن كل القوى عملاء لأطراف خارجية، هذا يضرب في الصميم التضحية العظيمة لجيشنا الوطني في تعز، في الجوف، في مأرب. هل هؤلاء عملاء لأطراف إقليمية؟ هؤلاء قاتلوا المشروع الحوثي وقوتلوا من حلفائهم. فعندما نوصف ونقول يعني هذه بصراحة ليش شيطنة، عندما يقوم المجلس الانتقالي بتنظيم فعاليات اليوم في عدد من المناطق والمدن للاحتفال بفك الارتباط، عندما يستمر عيدروس الزبيدي بممارسة أنشطته من مكتب المجلس الانتقالي ويرفع العلم الجنوبي، هذه مسائل لا يمكن فهمها. ثم يأتي الدكتور ياسر ويقول بأنه عيدروس الزبيدي تماما مثل العرادة على سبيل المثال. هذا جزء من التعقيدات الكبيرة الآن التي تواجه المجلس الرئاسي يعني كما تحدث السيد عبدالله. التعبير عن حسن النوايا لا ينبغي أن يدفعنا إلى تميع المواقف، نعم. وإلى هضم القوى والأطراف السياسية، وإلا يعني ماذا يعني أن تغطي على كل التضحية العظيمة التي بذلها أبناء اليمن الشرفاء في كل الجبهات ضد المشروع الانقلابي؟ ثم من قال أن هذه الأطراف يعني في الحقيقة كانت تناهض مثلا التدخل العسكري للسعودية والإمارات؟ كان الشعب اليمني منفتح على هذا التدخل ومتفائل إلى حد كبير، إلى أن بدأ هذا التحالف نفسه يشغل المجتمع ويستثمر في تشظية المجتمع ويخلق مشاريع جديدة على هامش المشروع الوطني، نعم. ويستثمر في تفكيك الدولة ويبقي على رأس الدولة في الرياض، نعم. يعني هذا اليوم هو المطلوب. نتمنى أن يحدث التحول الإيجابي من قبل الحلفاء بما يخدم مصالح دولنا بشكل، نعم. متكافئ. جميل. وعلى ذكر التحول دعنا أيضا نشرك معنا السيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية عبر الهاتف الآن مباشرة. مساء الخير سيد عبد الكريم وما يوم مجيد. مساء النور، أسعد الله مساءكم بالخير. تحية لك سيدي. إذا نحن نحتفي بهذه الذكرى 32 للوحدة في ظل جملة من التحديات، هل تجد هذه المرة بتأسيس المجلس الرئاسي بارقة أمل للعمل المشترك حاليا وتوحيد الجهود من العاصمة المؤقتة عدن لاستعادة الدولة ومن ثم تصحيح مسار هذه الوحدة المباركة؟ أسعد الله أوقاتكم بالخير. الصوت متقطع غير واضح. هل سمعت سؤالي؟ للأسف ما سمعت بوضوح، متقطع الصوت، ولكن نعم. في كل الحالات نحن ننظر إلى الخطوات الأخيرة بعين متفائلة، ولكننا في نفس الوقت أيضا لا نهمل ردود الأفعال ولا نهمل الظواهر التي على الواقع التي أفرزتها هذه الخطوات، فلكي نصل إلى يعني موازن او طرح موضوعي، فيجب ان لا نفرط في التفاؤل ولا ايضا نفرط في التشاؤم وفي تغييب الحقائق. اليوم ما حصل اليوم في الخطوات الاخيره يؤكد انه لم نعمل شيء جديد، للقضايا. المقصود هنا القضايا اليمنيه التي تسببت في وصولنا الى ما نحن فيه اليوم، تسببت في وصول بلدنا الى ما هي فيه اليوم. الكل مع الامر اننا ما زلنا نعيش منذ 3 ابريل 2011 اللي هي المبادره الخليجيه الى اليوم في دائره مرابط الشقوق والاحزاب. لم نضع حل للقضايا، وحتى عندما وضعنا حل للقضايا العالقه والقضايا التي تسببت في المشاكل هذه، رحنا نجيب اوصياء لهذه القضايا ونصنع اوصياء من الاقليم ونكلفهم بتسييرها في طرق او في يعني اتجاهات معينه، نعم. تقريبا تخدم مصالح الاقليم الذي صنع هذا الاوصياء او لا الاوصياء قبل ان تخدم تلك القضايا. نحن محتاجين، وتحدثنا كثيرا في اتفاق الرياض الاخير قبل المشاورات التي حصلت بشكل صوري على هامش المباحثات السعوديه الإيرانية في بغداد وعلى هامش المباحثات السعودية الحوثية في مسقط، تحدثنا أنه هذا الاتفاق غير القضايا واستحضر الشخوص، صحيح، استحضر الشخوص واستحضر المكونات ولم يستحضر القضايا.
نفس الطريقه نحن ماضون في هذا الاتجاه. حتى اليوم المجلس الرئاسي انا اسمع انه كثير يتحدثون في انفصال وفي قضيه جنوبيه، لا انفصال ولا قضيه جنوبيه، والاخوه في الطرف الاخر. طبعا المجلس الاخ العليمي ارتد العليمي شباب من يدير مسابقه فكريه بين فريقين شمالي وجنوبي ويحاول يوفق بينهم ويحاول هذه الطريقه في التعاطي مع القضايا لن يخلق حلول بل سيرحل القضايا وسنجد انفسنا امام يعني هزات ارتدادية تزيد الوطن جراح وتفتك بما تبقى لنا من بقايا في هذا الوطن. طيب هل يمكن الان تصحيح وضع الوحده داخليا يعني في ظل الحديث كما تحدثت عن لاعبين اقليميين وكذلك دوليين؟ مسار الوحده يجب اولا عشان نصحح مسارها يجب ان نعترف بان هذه الوحده تمت هي لا احد ينكر انها هدف ناظر لاجل الاجداد والاباء وهدف سامي، ولكن لا علينا ان نقر ان تحقيق الوحده وتوقيع 22 مايو 90 كان خطا تاريخي اساء لهذه النضالات واساء لهذا الهدف، وعلينا تصحيحه. التمسك بالوحده يعني كانها منزله من السماء وامر الهي، هذا شيء يضر البلد. وايضا الذهاب الى دعوات الانفصال على طريقه البعض المتشدد للمناطق والاحزاب والقبائل هذا ايضا خطر يهدد البلد. نحن علينا ان نركز اولا في الاعتراف ان الوحده تمت بشكل مغلوط ويجب ان تعالج الاخطاء التي رافقت توقيع هذه الاتفاقيه، وهي الاكبر خطا ان المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح اختزلوا كل اليمن في مكونين في حزبين في اعضاء احزابهم، لم يستحضر اليمن، لم تستحضر القوى فيه، لم تناقش، لم يؤخذ راي الشعب في هذا في هذا في هذا في هذا القرار، وبالتالي لا نستغرب. هذه وجهه نظرك سيد عبد الكريم السعدي، هذه وجهه نظرك عموما رئيس تجمع القوى المدنيه الجنوبيه سيد عبد الكريم السعدي، شكرا جزيلا لك. قبل ان اختم معك دكتور ياسر كلمه اخيره في نهايه هذه الحلقه على عجاله لان الوقت داركنا، تفضل. كلمة أخيرة أقول لجميع الأطراف، لا ينبغي لأحد التنكر لدور الآخرين، لا ينبغي وصم جماعة بأنهم طرف وطني والأخرى والطرف الآخر غير وطني، ليس في مصلحة اليمن. على سبيل المثال الجنوبيين قدموا تضحيات كبيرة، الجنوبيين أسهموا وآخر إسهاماتهم كانت واضحة في شبوة وفي مارب، لا يجب أن نصفهم أو نصمهم بكل السلبية. يجب أن نعترف بأنه الجميع له مصلحة حقيقية في اليمن. دكتور ياسر عادل، من قال من الذي اتهم الجنوبيين؟ من الذي اتهم الجنوبيين؟ لأنه نحن نتحدث عن المجلس الانتقالي واللي في صنعاء نحن نتحدث عن المجلس الانتقالي مش عن الجنوبيين. طيب العمالقه طيب العمالقه هذا مش مهم اللي ما لهم العمالقه ما لهم اسهامات لم يكن لهم اسهامات حقيقيه لم يكن لهم اسهامات حقيقيه. الى حلقه اخرى لنناقش هذا الموضوع عموما يعني في ذكرى الوحده. نتمنى مصلحه نتمنى ان لا يتم تضررت حتى من تشكيل المجلس الرئاسي، ويبدو ان تضررت حتى من تشكيل المجلس الرئاسي ولا تريد لهذا البلد ان يخرج. نحن ان شاء الله نتمنى ان لا يتم اقصاء اي طرف كما تحدث دكتور ياسر، وان يكون هناك حديث جامع يعني يجمع جميع القوى. سيد ياسين الان نحن في مرحله جديده ومجلس رئاسي. دكتور ياسر مش بحاجه الى هذه المغالطه، نحن مع مجلس القياده الرئاسي ونتمنى لهذا المجلس النجاح، وليس هناك اصلا مصالح يعني على الصعيد الشخصي مثلا ما ليش مصلحه اهم من شان افقدها يعني. انا مفصول من 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 قبل الحوثيين على الصعيد الشخصي، لكن التضحيات التي قدمها ابناء اليمن في سبيل المشروع الوطني لا يمكن التعميه عليها والتغطيه عليها، وهذا التعويم مرفوض لان هناك من استهدف المشروع الوطني وفي مقدمه من استهدف المشروع الوطني المجلس الانتقالي مشروع انفصالي وامتداد نظام صالح. الان نتمنى ان يكون هذا المجلس الرئاسي الانتقالي امل في نقل البلاد الى مستوى آخر.
ونحن نتمنى ذلك ان شاء الله، ويكون يعني وان يعني نجتمع على كلمه واحده. سيد ياسين التميمي المحلل السياسي المعروف، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا، كما اشكر دكتور ياسر السلوي استاذ علم الاجتماع السياسي والحوكمه المساعد بجامعه تعز، اشكرك سيدي لانضمامك معنا. وكذلك كان معنا سيد عبد الله عوبه الوزير السابق واستاذ علم الاجتماع التربوي، وكل الشكر ايضا للسيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنيه الجنوبيه. بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من حديث المساواه، ما يوم الجد، في امان الله.